السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، صحة وعافية، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. إحنا إن شاء الله اليوم في سامراء، وسامراء تحتاج من عندنا كل الخير والمحبة والاحترام. شلون سامراء في رمضان إن شاء الله؟ إن شاء الله سامراء من رمضان معهودة كما دائما، سامراء جميلة في رمضان، ونحتاج أنه فقط يرفعون حضرة التجوال إن شاء الله. إن شاء الله إذا رفع حضرة التجوال فسامرة زاهية. ودائما كانت في رمضان أنه ماكو أصلا حضر، يعني يصير وراء الوحدة وراء الثنتين. هي حقيقة هو حضرة التجوال أنا أعتبره شيء جميل، لأنه نخاف على الناس، لكن في رمضان ما مو السحور وصلاة. نعم نعم نعم. طيب الخدمات شلون الآن في سامرة؟ يعني إحنا ما نقدر نقول زينة، وسط وسط وسط، يعني أفضل من قبل نوعا ما. بالنسبه يعني شوف شوارعكم هسه مبلطه، اي هاي التبليط يعني مشكورين عليه البلديه، يعني بعض الشوارع بلطوها، ولو يكملوها بالمجاري تكون بعد احسن زين. بالنسبه انت هسه مثلا هذا متجر كبير مال موبايلات والاكسسوارات مالتكم، شلون تجيبون البضاعه منين؟ من اربيل وبغداد. انا ركزت على هذا السؤال لان اكو ضرائب الان، يعني هو طبعا هو هسه اللي يجي البغداد مفروضه ضرائب اوتوماتيكيه، تجي من اربيل بالسيطرات ياخذون الضرائب. هذا مي انا ذكرت ويا ابو الاسواق ما يصعد؟ طبعا صعد السعر وتطلع بعد الخير كلها من المواطن. اي نعم، لان احنا يزداد علينا السعر نصعد على المواطن، والمواطن هو اول تالي خسرها. الحركة التجارية في عموم العراق نشوفها يعني مو مثل كل سنة، يعني اكو ضعف بيها، شلون تشوف الحركة الآن؟ هي ضعيفة لأن السيولة ماكو، النقد ماكو. اي السيولة نقدية ماكو. انا قلت التجار الحجر ماكو. حجر ماكو طبعا، لأن اغلبها تطلب الدولة، والدولة ما شاء الله ده تنطي بالقطارة. طبعا ما اكو استمرارية بالعمل، هذا هاي مشكلة، يعني الاول اكو فلوس تصير استمرارية. اي طبعا يصير دوار، يعني اهل الاقتصاد يقولون كل ما تزداد الحركة يزداد الدوار مال الفلوس، يعني يتضخم المبلغ يعني، واذا واقف هو واقف. هسه هي الفلوس بس الرواتب، هي الرواتب مال الموظفين تجي يمشي السوق 10-15 يوم ويوقف. شو تحب برمضان احلى اكلات اطيب اكلات؟ يعني دائما انت تقولهم بالاهل سووا لي اياها. والله هي اكلات رمضان متنوعه، يعني ما تقدر تقول هذا الشيء او هذا الشيء. سبحان الله، احنا نقولهم لا تنوعون، لان من ينوع تقول ما تعرف ايش تاكل. لا هو رمضان عند كل الدول مالتنا انه صرفياته تصير اكثر من الباقي. لا اكيد. ايه علم المفروض يكون اقل. اي يعني هو العبره بالصيام انه تقلل من كل شيء، بس احنا هنا برمضان احنا ذكرنا اخي العزيز بالنسبه للمدينه السامراء ما تعرضت الحمد لله الى احتلال وكذا، لكن استقبلت اعداد من النازحين، اعداد هائله، فشلون بدك تستقبلهم؟ هل بامكان مساعدتهم؟ اكو ناس مثلا تيجي ماعده وتقول لك انا مهجر. إيه لا المساعده الحمد لله والشكر، سامراء مشهوره بهذا الشيء، واجانا الخير من هاي من هذا اللي يسوي خير يجي الخير بطريقه ثانيه. ابا صدق رسول الله. نتمناكم الموفقيه، وان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم وعلى اهالي سامر للجميع ان شاء الله. كل المناسبات ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك، بارك الله، شكرا جزيلا. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. الله خير، الله يسلمك استاذ العزيز. من تجوالنا برنامج على رزقك، احنا الحقيقه نشوف الاسواق، نشوف الناس، نزور العوائل، بس نركز على المواد الغذائيه، على اللحوم. بهذا الشهر الفضيل تدري الناس اقبال على الاسواق، على شلون وضع مسواقكم؟ الحمد لله. والله استاذ العزيز، والله السوق الحمد لله زين، ولا يعني من طرف القوات الامنيه الحمد لله حركتهم جيده، اكو تعاون ان شاء الله ويانا الحمد لله، والافواج والسيطرات الحمد لله، وموفرين الامن ان شاء الله، واللحوم اللحوم زينه تمشي استاذ، تعرف انت شلون يعني، ماكو بس طلي مدينتنا سامره. اي نعم، انا بالنسبه لي احجاني
بعض القصص وبراي القصاب اللقاء. ما تدري الناس هسه يدورون المحلي يعني ما يريدون. اي نعم نعم. تجينا احنا يعني من برا لحوم وهاي. اي نعم. بس يركز على المحلي. نعم عندنا احنا عندنا يعني معاميننا الزينين اللي يجونا يدورون اللحوم سامرة طيبة وهذا والله طلي سامرة. شلون الكيلو؟ والله هي يعني تختلف الكيلو. والله اكو ناس يعني هذا اللحم اللي جتنا الطليان اللي جتنا الخرفان جتنا خارج المحافظة جتنا الطلي السوري معروض على 10 طلي ديرتنا على 14 لحم ما نزل 13.5 14 13 يعني ماشي 14 13 طلي مدينتنا بس فالطلي السوري سادة العزيز بعشرة يعني معناها أنت بالنسبة إليك كصاحب محل نعم ما يصرف لك المحلي بعشرة لا ما يهم ما يصرف يعني ذاك يختلف يعني هسه إحنا إذا مثلا نشوف الكيلو بعشرة نعم هسه في بغداد في كل مكان نعم نعم. الكيلو بعشرة نعم هذا نعتبره مو محلي لا لا مو محلي ما يعني مو طلي مدينتنا ما أي نعم جاي من خارج العراق سوريا هاي شلون الان بالنسبه لكم مين تجيبون يعني انتم ربي لي يعني استاذ العزيز هاي مناطقنا القرى تشتروها كعلوه لو انتم تربوا كعلوه كعلوه اي تجينا من مناطق يعني شلون نقول يعني المناطق اطراف المدينه اطراف المدينه يعني تجينا طلينا مسحاق ضلوعيه ضلوعيه يعني مناطق الطاقه ما طاقه يعني وانت جاي اللي جاي يعني. احنا الان دائما نركز على المهاجرين برنامجنا على رزقك فان شاء الله لا تنسوهم اكو ناس مثلا احنا ما مقصرين يوم ان شاء الله يعني. انت تدري هي سامر ام الخير ان شاء الله ام سامر يعني ناسها الطيبين بعشائرها الاصيله المسؤولين الكبار ان شاء الله وخليهم الله ان شاء الله والله ما مقصرين هم لا لا يعني متوفين نوبات تطلع لقطات بال خلوها بالفيس باليوتيوب يعني شوف مثلا المهجر يباوع هيك هو طفل يباوع على او بده يسوي كباب يباوع على بده يقطع اللحم نعم هذه حقيقه لقطات تمرض القلب فان شاء الله انتم خير انتم اهل الخير والخير يندل دربه ان شاء الله الله يسلمك وجودكم انت الطيبه والله انتم قنواتكم الطيبه والله تدري يعني ان شاء الله الحمد لله المدينه ان شاء الله الحمد لله ونسال الله ان باقي المحافظات ان شاء الله تتحرر ان شاء الله صحه وعافيه ورمضان خير ان شاء الله ان شاء الله ما يطلع علينا رمضان الا وكل العراق متغير وجودك وجود الكادر كله ان شاء الله الله يسلمك.